بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بيكم أهلا وسهلا بيكم أعزائي طلاب مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة الصف الثاني الابتدائي، في درس جديد النهاردة بعنوان هيا نقرأ. شايفين إيه في الصورة ديت؟ بنت بإيه؟ بنت بتقرأ. طب ليه إحنا بنقرأ؟ عشان نتعلم، عشان نعرف معلومات كتير، عشان خاطر نستفيد. تمام، ليه احنا بنذاكر؟ بذاكر عشان اتعلم، عشان اكبر، عشان اطلع دكتور، اطلع مهندس، اطلع مدرس، افيد المجتمع وافيد الناس. اهمية القراءة لها اهمية كبيرة جدا، انا بتعلم منها وبستفيد واعرف معلومات كتيرة جدا. تمام، درس النهاردة بيتكلم عن القراءة. هنا هيا نقرأ. ألف باء تاء ثاء، هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني، باء بلدي، تاء تعلو نحو المجد. هذه بلدي، أرض الكرم، وطني وطني فوق القمم. هيا يعني إيه؟ يعني تعالوا. نحو يعني اتجاه، اتجاه، وناحية. تعلو ترتفع، المجد العزة. ماذا طلب الشاعر من شيماء؟ طلب منها ايه؟ طلب الشاعر من شيماء ان تقرأ. بما وصف الشاعر الوطن؟ وصف بانه ايه؟ وصف الشاعر الوطن بانه ارض الكرم. تمام، شوف بعد كده جمع بلد ايه؟ بلاد. جمع نحو أنحاء. جمع المد الأمجاد. جمع وطن أوطان. شو بعد كده المعاني؟ معنى هي يعني تعالوا، معنى تعلو ترتفع، معنى المجد العزة، معنى نحو اتجاه، معنى نحو يعني ايه؟ اتجاه. كلمة المضاد، مضاد ابني اهدم، مضاد تعلو تنخفض، مضاد المجد الذل، الذل، مضاد الكرم البخل، مضاد فوق تحت. شوف بعد كده اكمل خريطة الكلمة. ابني، أبني، ها نوعها فعل ولا اسم؟ دي ألف لام فتاء مربوطة؟ لا، تبقى إيه؟ نوعها فعل. أبني معناها أقيم وأشيد، مضادها أهدم. في جملة أبني بلدي بالعلم. أكمل شبكة المفردات. وطني في إيه؟ بيوت ومنازل. وطن للمكان اللي إحنا بنعيش فيه اللي هي مصر. جامعات زي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس. في مدارس، في سيارات وشوارع. طبعا سؤال حصة اليوم في النشاط، ماذا تحب أن تكون في المستقبل ولماذا؟ أنت عايز تكون إيه لما تكبر؟ دكتور ومهندس؟ ليه بقى؟ لماذا؟ بشكركم جدا أصدقائي في الصف الثاني الابتدائي، تابعوا الجزء الثاني في الفيديو الثاني، بقية الدرس في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.